الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى التفسير، ونحن ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة قاف، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في على المنبر، والمرأة قالت حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. بلغنا إلى قوله تعالى بعدما بيّن الله جل وعلا في سكرات الموت والقضاء، وأن الإنسان مكتوب عليه كل شيء، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. وقلنا بأن الله جل وعلا أظهر كتابا حتى قال أحدهم، يعني كما قال الله تعالى: ومن سور الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه شهادة الملك، شهادة الملك عليه. فيقول الملك مخبرا الذي وكل بأعمال بني آدم يشهد عليه يوم القيامة، يقول الملك: وقال قرينه، الملك الذي يكتب عليه كل شيء، يكتب عليه أنفاسه وألفاظه، ما قدم ما أخر، فيقول: هذا ما لدي عتيد، أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان، كتبت عنه كل شيء وكتبت عليه كل شيء. فعند ذلك يحكم الله تعالى في خلقه بالعدل، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فيقول الله تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. فهذا يكون يعني نداء للسائق والشهيد، السائق الذي أخذه إلى عرصة الحساب كما بينا أمس، فلما أدى الشهيد ما عليه وقال: هذا الذي كتبته عنه، فكان مصيره أنه غلبت السيئات على الحسنات. قال الله جل وعلا: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وليست المسألة على الحسنات والسيئات، يعني المسألة على مطابقة الكفر والشرك. ألقي في جهنم كل كفار، شوفوا فعال، صيغة مبالغة، كفار، وهذه معناه أنه أقيمت عليه الحجة بعد الحجة، وأقيمت عليه الحجة بعد الحجة، كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق، عنيد، معاند للحق، معارض له بالباطل مع علمه بذلك. يعني هو أقيمت على الحجة وظهرت له المحجة، ثم عرضها بعد ذلك بكل زيف وزور، وأيضا جحد بها، وأتى بكل ما أوتي من قوة، معارضا جاحدا برسالة ربه جل في علا. لذلك وصف الله جل في علا بهذا الوصف: كفار يعني كل، فألقيها في جهنم كل كفار عنيد. كثير الكفر، كثير العناد، كلما تأتيه آية يردها، كلما تأتيه آية يردها، كلما تأتيه آية يجحد بها، فهو عنيد، يعاند ربه جل في علا، يعاند رسل الله جل في علا، يعاند الحجة التي أتته، يعاند الرسالة، معارض للأدلة بالباطل، كما قال جل في علا أنه يريد أن يضحط الحق بالباطل الذي عنده، والحق يدمغ الباطل. قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير سبحان ربي العظيم. شو انظر، يعني هو يمتنع الخير امتناع بعد امتناع وامتناع بعد امتناع، فيه شيء من الجحود والعناد، وفيه شيء من الكبر، لأنه العناد يدل على المكابرة إلا إذا كان عنادا في الحق، العناد يدل على المكابرة إلا أن يكون عنادا في الحق، فإذا كان في الحق هذا ليس عناد، هذا إصرار على حق يرضاه الله جل في علاه ويأمر به. أما العناد قد يصل الإنسان إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك، ويكون فيه أيضا الكبر والاعتداد بالنفس. والمتكبر أخسر الناس، المتكبر أخسر الناس، لأنه ينازع الله جل وعلا في ربوبيته. قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة ردائي، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا من البر ولا من الصلة ولا من الإنفاق ولا من الإحسان ولا من الكرم ولا رد الإحسان بإحسان ولا من القياد ولا من الاتباع
ولا من الإيمان ولا شيء من الصالحات، بل يزداد طغيانا على طغيانه وكفرا على كفره وجحودا على جحوده. هكذا الله تعالى وسننه الكونية. فإن الله جل في علاه من سننه الكونية أن من جحد بآيات الله جل في علاه وأتته الرسالة وأتته الحجة والمحجة المرة تلو المرة وهو يظهر طغيانا وكبرا وجحودا، أغلق الله قلبه وجعل القفل عليه وعلاه الران، ثم بعد ذلك لا يزداد إلا طغيانا على طغيانه، ولا يزداد إلا كبرا على كبره، استدراجا من الله جل في علاه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع، حالة كونه مناع للخير، معتد مريب، فهو يتعدى على حدود الله جل في علاه، ويتعدى ويتجاوز في الإسراف في الكفر والجحود والنكران والعصيان، فليس مطواعا، فليس منقادا لربه جل في علاه، فهو في سيره يعتدي وفي سيره يتجاوز، وأنه ليس وقافا عند الحق، بل هو يتعدى ويتجاوز كثيرا، معتد مريب، أي شاك في أمره، مريب من النظر في أمره، يعني هو يشك في الرسالة، يشك في الرسل، وليس الشك في محله، بل لوجود الوسوسة في قلبه الذي اصطنعها هو كبرا وجحودا، لأنه ما أراد الانقياد والانصياع، هواه في التمكن، وهواه في الوجاهة، في الرئاسة، وفي المكانة، هواه في الكفران والعصيان وعدم الانقياد. لذلك قال الله جل في علاه الذي جعل مع الله إلها آخر. يبقى جملة ما هو فيه القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، هذه صفات الكفار، تراه كفارا مناعا، كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر أشرك بالله فعبد معه غيره سبحانه جل في علاه. قال الذي جعل مع الله إلها، وهذا الذي لا يغتفر بحال، لأن هذا يخالف يعني الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وقسم الخلق إلى فريقين. الله تعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا قسمهم إلى قسمين إلا لقضية الكون الكبرى، فهو يعارض قضية الكون الكبرى وهو يجحد بها، فالخسران كل خسران بذلك. لذلك الإمام الشافعي هو الذي قال ألقى الله بكل ذنب، يعني أهون من ألقى الله بالشرك، أن الشرك لا يغتفر، الشرك ماله إلى 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 الخلود في النيران، ماله إلى الخلود في النيران. لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الذي جعل مع الله إلها آخر ولا سلطان له ولا علم له ولا حجة له في ذلك، فإن كل آية تدل على وجود الواحد سبحانه وجل في علاه. قال لا تشارك فكيف يعصي الله، بل كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، يعني ألقياه في نار جهنم تلظى به، كما وصف الله تعالى عذابه كلما نضجت جلودهم بدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا ينفعهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى في أهل النار فيشعبون ينظرون فيقولون فيقالوا تعلمون تعرفون هذا، يقول نعم الموت، فيذبح على هيئة كبش فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت. ووصف الله تعالى وصفا دقيقا ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، نعوذ بالله من الجبروت، نعوذ بالله من الطغيان، نعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الكفران، وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. أقول لا تجده جبارا عنيدا إلا تجده كفارا وجعل مع الله آلهة أخرى، ولا تجده كفارا عنيدا مشركا بربه جل في علاه إلا وتريده قتالا. خذ فرعون عندك مثلا، يعني مثلا واضحا جليا في هذا الباب، كان كفارا عنيدا وقد أتته الآيات بلا لبس بلا خلط، والدلع ذلك أنه لما قال الله تعالى ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إن جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحور. فانظر الكذب والزور على نفسي
على نفسي، ليس على الناس فقط، هو الناس فتنة لهم. قال وإني أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت. شو موسى إيش يقول له؟ بوحي من الله جل وعلا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقد كان، فتراه جاحدا، فتراه عنيدا، فتراه بئيسا تعيسا كفارا جحودا، فجعل مع الله آلهة أخرى، بل جعل نفسه، نصب نفسه إلها مع الله جل وعلا. قال أنا ربكم الأعلى. قال يا سليم ملك مصر، هذه الأنهار تجري من تحتي. ومع ذلك أعمل القتل، حتى أنه أمر بقتل الصغار الأطفال الذكور وترك الإناث، وكان ثم مع ذلك يعني نصح بأن يجعل هذا عاما وعام. فعل ذلك فالله المستعان. نسأل أن نكون من المطوعين لشرع الله جل في علاه، المنقضين لأوامر الله، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وليس عنادا وليس مكابرة، بل والله ما هي إلا معصية قد تجلبها النفس، أو تجاوزا أو تعديا أو جهلا أو قل فيها ما فيها من الغفلات التي تعتري الإنسان. لكن لابد الإنسان من أوبة وتوبة سريعة، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. قال قرين، هنا مخاصمة بين الإنسان والشيطان، هنا كما بيان الله في غير موضع من كتابه كما في سورة إبراهيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. شوف التبرؤ، الشيطان يتبرأ، الشيطان يتبرأ الذي جره جرا إلى هلاكي وجره جرا إلى عذاب النار ليقارنه فيها، يتبرأ منه عند ربه. قال قرينه اللي هو الشيطان، هنا الشيطان قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وزي قال ابن عباس ومجاهد وقتادة، هو الشيطان الذي وكل به القرين. قال ربنا ما أطغيته، أقول أن الإنسان الذي قد وافى يوم القيامة كافرا مشركا بالله جل في علاه، طاغيا متكبرا جاحدا، يتبرأ منه الشيطان، يقول ربنا ما أطغيته، أنا ما أضللته، يقول أنا ما أضللته، كما قال يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمسرخكم وما أنتم موسخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال وقال قرينه شيطانه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بل هو في نفسه كان ضلا قابلا للباطل معاندا للحق كما أخبر الله تعالى. وهذا حق، هذا حق، كما قلنا وافق شن طبق، وافقه فعانقه، صادف هواه قلبا خاليا فتمكن، هو يريد ذلك، هو يريد ذلك. والدلالة على ذلك قول الله جل وعلا، حتى بعد ما سمعوا لسحرة فرعون، قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، لا عذر لهم في ذلك. وقال شيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمسرخكم وما أنتم موسخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ما ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. جاءت المخاصمة والمحاججة، قال لا قول الله هنا، قول الله جل في علاه للجن والإنس، للجن والإنس وقرين يختصمان بين هذا الحق سبحانه وجل في علاه، فيقول إنسي يا رب هذا أضلني، وهذا الذي شوش علي، وهذا الذي وسوس لي، وهذا الذي غطى علي الحق فرأيته باطلا، وهذا الذي زين لي الباطل فرأيته حقا. فيقول الشيطان ربنا ما أضغيته لكن كان في ضلال بعيد، أي هو كان عن من الحق يحيد وبعيد وله هوى. فقال الله تعالى لا تختصموا لدي، لا تختصموا عندي. وقال الله تعالى وما نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استخدمتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فقال الله جل في علاه لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، إني قد عذرت إليكم على ألسنة الرسل، أنزلت إليكم الكتب والحجج والبراهين، وجاءتكم الرسل فرفقت بكم وتلوت الحجة بعد الحجة والرسالة بعد الرسالة والرسول بعد الرسول، ومع ذلك أنتم تجحدون، أنتم كأنهم تتواصون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، كأن القوم يوصي القوم أن يقولوا ذلك عنادا وجحودا لحجج الله وبراهين الله. لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد بالحجج والبراهين التي أقيمت عليكم، ولكنكم كنتم من أجحد الناس ومن أضل الناس ومن أكفر الناس.
ما يبدل القول لدي، أي قضيت قضاء كتبته قبل خلق الخلق فلا بد أن ينفذ، وما أنا بظلام من العبيد، يعني ليس العذاب عليكم بظلم لكم أو ظلمتكم، لا، فإنني أعدل بينكم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد، بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. ما يبدل القول لدي، لأن الله جعل إذا قضى قضاء لابد أن ينفذ، إذا قضى قضاء لابد أن ينفذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، انتهى الأمر. قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، اللهم اكتبنا معك عندك من السعداء وانت ارحم الراحمين، واجعلنا من الشهداء واغفر لنا وارحمنا، ونسال الله في عليائه ان يغفر الزلات والسقطات والهنات، وان يجعل الامر على الصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات، ليرضى عنا ربنا رب الارض والسماوات فنجاوره في الجنات، اللهم امين يا رب العالمين. فيقول الله تعالى ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد، انا ما ظلمتكم وما قضيته لابد ان يكون. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وهنا لا يقال بظلام هنا فعال على صيغة المبالغة، فيكون الأقل من ذلك ممرور، هذا خطأ مبين قد يكون على النسبة في هذا الباب. نعم، ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حديث البطاقة ظاهر في ذلك، قال لا ظلم اليوم، قال وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات، قال لا ظلم اليوم، هذه البطاقة لك، فرجحت كفته كيف الحسنات بلا إله إلا الله، لأنه كان مخلصا فيها. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولذلك قال الله تعالى قال ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت يداك. ولذلك قال الله تعالى فمن رد خلف فليحمد الله، ومن رد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحان ربي العظيم. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من ملازمين لكتابه القرآن، ويجعلنا من أعظم الناس إيمانا، ومن أعظم الناس عبادة، ومن أصلح الناس عملا ومصارعة وموافقة للحق وانقيادا له. اللهم أمين رب العالمين. وما كان له دم واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. نعم، الفوائد المستنبطة، أولا الشرك أعظم الظلم، أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبحه وأفحشه، لا يغفر بحال. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتبرأ الشيطان من عماله وصناعه. نعم، والذين أضلهم بوسوسته، عدل الله أسبق وأشمل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.